أهلا بكم في العاشرة من قناة المملكة. يبدو أن الملف أو ملف الدستور السوري لن يكون مرحلة سهلة على طريق إنهاء الأزمة السورية. فصحيح أن الأوضاع الأمنية باتت تميل إلى الهدوء، وصحيح أن الحكومة السورية باتت تفرض سيطرتها على أغلب الجغرافيا السورية، إلا أن القوى الدولية المتدخلة في الملف السوري تسعى اليوم جاهدة لصياغة دستور وفق تصورات معينة. المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا حذر من أنه قد يتعين على المنظمة الدولية التخلي عن جهودها الرامية لتشكيل لجنة تعمل على صياغة دستور جديد لسوريا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل نهاية ديسمبر المقبل. عمر المجالي يطلعنا الآن على المزيد حول أبرز نقاط الخلاف فيما يتعلق بصياغة الدستور السوري الجديد. إذن لا تزال مهمة تشكيل اللجنة الدستورية أو اللجنة المكلفة بصياغة دستور جديد في سوريا تراوح مكانها وسط تهديد اليوم لديمستورا المبعوث الأممي إلى سوريا بأن قد تضطر المنظمة الدولية التخلي عن هذا الأمر وسط تباين فيما يتعلق بالفرقاء المعنيين ب أمر تشكيل اللجنة الدستورية. نعم، كما ذكر طارق هي قضية شائكة، ويحاول المبعوث الأممي إلى سوريا أن يصل إلى تشكيل هذه اللجنة قبل نهاية هذا العام. نتتبع مسار تشكيل هذه اللجنة والعقبات التي واجهتها. قاد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا منذ العام 2016 تسع جولات من المحادثات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة لتسوية النزاع الذي تسبب منذ اندلاعه في عام 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص. هذه الجولات كانت على أجندتها تشكيل لجنة كتابة الدستور السوري. تشكيل هذه اللجنة يواجه خلافا حول الطبيعة أو الهدف من عملها. المعارضة السورية ترى أن تعديل الدستور الحالي يضفي الشرعية على الحكومة ويعتبر عقبة أمام مرحلة الانتقال السياسي في البلاد، وتطالب بدستور جديد. في المقابل الحكومة السورية تقول إن صياغة دستور جديد لسوريا يجب أن يكون قرارا سياديا، وتقول إن تعديل بعض بنود دستور 2012 كان في محله، وإنها ترفض منذ البداية تشكيل لجنة لصياغة الدستور تكون المعارضة جزءا منها. دمستور الذي سيتخلى عن منصبه في نهاية تشرين الثاني الحالي قال إن المنظمة الدولية قد تضطر للتخلي عن جهودها لتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلد الذي تمزقه الحرب منذ ما يزيد عن 7 سنوات في حال فشل التوافق بشأنها قبل نهاية العام الحالي، الأمر الذي يشكل عقبة أساسية في مفاوضات السلام حول سوريا. جميع جولات المفاوضات التي انطلقت بداية من أستانا وسوتشي وأيضا اللقاء الرباعي مؤتمر إسطنبول وأيضا خطة ديمستورا التي أيضا شكلها وكان هدفه أن تشكل هذه اللجنة نهاية هذا العام، لكن لم تجد طريقها للتطبيق لغاية هذه اللحظة. أهداف تشكيل هذه اللجنة وعملها يأتي للعمل من أجل إصلاح الدستور الذي سيقود إلى عملية إصلاح سياسي في سوريا وصولا إلى إجراء الانتخابات. اللجنة الدستورية في حال تشكيلها من المفترض أن تضم 150 عضوا، منهم ممثلون للمعارضة المشاركة في المحادثات السورية، وخبراء سوريون أيضا، وممثلون للمجتمع المدني. طارق 150 مقسمين 50 للحكومة 50 للمعارضة و50 للمجتمع المدني. الآن هم بانتظار كما ذكر ممثل روسيا في الأمم المتحدة، هم بانتظار القائمة الثالثة الذي تضم المجتمع المدني. أيضا المجتمع المدني هم مقسمون إلى خبراء إلى مواطنين من رجال وسيدات إلى مؤسسات المجتمع المدني، فهم الآن بانتظار هذه القائمة الثالثة. إذن بانتظار كيف تسير عملية تشكيل هذه اللجنة وتجاوز العقبات والخلافات والتحذير الأخير للمبعوث الأممي ديمستورا. شكرا لك عمر المجالي. مباشرة أذهب إلى العاصمة السورية دمشق مرحبا بضيفي من هناك عضو مجلس الشعب السوري محمد خير عكام. أستاذ محمد أهلا بك. بداية كيف تنظر دمشق اليوم إلى تصريحات ديمستورا كأنها تحمل اتهامات مبطنة لدمشق بعدم التعاون أو ربما المماطلة؟ أنا أعتقد أولا تصريحات ديمستورا غير مقبولة،
ولا أعتقد أن ديمستورا إذا كان يريد أن يهدد فعليه أن يهدد من أعاق الوصول إلى نتائج ملموسة في هذا الإطار، وهو بالتأكيد ليس الجانب الحكومي السوري، يعني ليس الدولة السورية، لأن كل المؤشرات تؤكد أن الذي تعامل بجدية مع هذا الملف أول من تعامل هو الجانب الحكومي السوري، يعني جانب الدولة السورية، بينما الذي أعاق ذلك هو أولا المعارضة، وثانيا تدخل ديمستورا وعدم مهنيته وعدم حياديته وإصراره على أن يكون طرفا. لذلك كان الدكتور بشار الجعفري صريحا وواضحا في جلسته بالأمس عندما قال له: نحن أولا لا نهدد، ثانيا لا يوجد، يعني لا ضرورة لأن تقول والله إن لم يعني إن مرت فترة معينة لا جداول زمنية في هذا الإطار، يعني يهدد من ديمستورا؟ يهدد السوريين؟ نحن لسنا بحاجة جهود ديمستورا من أجل إصلاح دستوري، هذا شأن داخلي سوري، على ديمستورا أن يؤكد على الإطار الذي يجب أن يعمل به يلي هو ميسر وليس طرفان إلى جانب هذا أو ذاك. طيب إذا كان الأمر كذلك سيد عكام، كيف تنظر الحكومة السورية إلى موضوع اللجنة بوضعها الحالي، وكيف يمكن أن تتعامل معها لاحقا؟ هلأ سيد ديمستورا أتى إلى دمشق منذ فترة وقدم رؤية فيما يتعلق بالجزء الثالث من هذه اللجنة. أصلا فكرة تقسيم عدد أعضاء اللجنة إلى ثلاث أسلاس، ويكون هذا ما يريده ديمستورا، أن يسمي هذا الجزء الدولة السورية. الأستاذ وليد المعلم رد عليه أن هذا أمر سوري سيادي، لا يحق لديمستورا أن يسمي هذا الثلث الثالث، ولكن تعاملنا بمرونة في هذا الإطار وقال يمكن أن نسمي عبر الضامنين الروسي والإيراني والتركي، ضامنين منصة الأستانة. الآن الأمر يراوح هنا، وهناك أصرار من ديمستورا أن يكون له ولاية بتسميته، لذلك أعتقد أن الإعاقة مصدرها إصرار ديمستورا على أن يكون له دورا في تسمية ما يسمى يعني من يمثل سيد محمد المجتمع المدني. يعني في هذا الإطار ذكر السيد وليد المعلم وزير الخارجية وكذلك المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن ذلك عملا سياديا بحتا شأنا داخليا، لكن الحكومة السورية وافقت على تشكيل لجنة مناقشة الدستور بناء على اتفاق السوريين ومؤتمر الحوار الوطني السوري في مؤتمر سوتشي، والأمم المتحدة دائما تقول أن دورها تنظيمي بحت ولا تتدخل ولا تحيد عن الحياد. هلا هذا ما نتمنى، ما نتمنى أن يمارسه ديمستورا أن يكون ميسرا وليس إلى جانب طرف دون طرف آخر، وأن ييسر الحوار بين السوريين. لو تعامل ديمستورا في هذا الملف بهذه الطريقة لا تشكلت اللجنة واجتمعت منذ أشهر. أول من سمى الوفد المدعوم هي الحكومة السورية وليس لا المعارضة وليس ديمستورا الذي يصر على أن يسمي ممثلي المجتمع المدني. هذا يؤكد أن الذي يعيق هو ديمستورا وقبل ديمستورا المعارضة. ما داير التوافق مع الأمم المتحدة وما مع مبعوث الأمم في تسمية الثلث الثالث الذي تتحفظ عليه الحكومة السورية؟ لا نتحفظ على طريقة، نتحفظ على من سوف يسمي. هل يحق للأمم المتحدة أن تسمي إذن من تريدون موسكو وطهران أن تعطوا هذا الحق لإيران وروسيا أن تسمي هذا الثلث من اللجنة الدستورية التي ستعيد النظر في الدستور السوري كذلك، أو تدخل عليه تعديلات؟ ليست كذلك. أرجو، نحن قلنا نسمي الأسماء ونعطيها للضامن الروسي والإيراني، ضامني منصة الأستانة، وليس الروسي أو الإيراني سوف من يسمي، بالتأكيد يعني ليس تثقون كذلك. تثقون بروسيا وإيران ولا تثقون بالأمم المتحدة؟ نحن سوف نسمي بالتوافق مع
الروسي والإيراني. نعم، نحن ثقتنا بالروسي أفضل بكثير. التاريخ يعلمنا، يعني تاريخ هذه الحرب المشنعة على سوريا تجعلنا نثق بالروسي أكثر ما نثق بديمستورا. لكن هذا يعني أيضا سيد عكام أنك أن الحكومة السورية ستسمي وفدين مقابل التسمية الخاصة بالمعارضة، معنى ذلك أنكم ستسيطرون على تشكيل اللجنة تشكيل الدستور وتعملون على توجيهها. القضية ليست كذلك يا سيدي، القضية ليست كذلك. القضية هي هل يحق لديمستورا أن يسمي أم لا؟ هذا أمر سياسي. يعني أنا خليني أعكسها على الأردن، هل يحق لأحد أن يسمي؟ نحن نتحدث عن دمشق سيدي، أرجوك أن لا تخرج عن الموضوع. سيد عكام، نحن نتحدث عن سوريا، لا نتحدث عن الأردن، لا تقحم الأردن في الموضوع. صحيح صحيح، بالتأكيد هذه مسألة سيادية لا علاقة. إذا كان الأمر سيادي، إذن هل يفهم من العمل السيادي أو مباشرة العمل السيادي لأي دولة أنها في هذا الإطار ستقفل باب الحوار فيما يتعلق بتشكيل اللجنة، تنظر في تعديلات دستورية أو في إعادة صياغة الدستور وترى الأمر منتهيا، لا يجوز لأي شخص كان أن يتدخل في أعمال السيادة الخاصة بالدولة، هكذا نفهم الأمر؟ هلأ في فرق بين أن تسهل العمل وبين أن تتدخل بشكل مباشر لتؤثر على نتيجة العمل. هذا ما لا نريده. نحن نريد للأمم المتحدة أن تقوم بدورها كميسر، ولكن يبدو أن الأمم المتحدة تريد أن تتدخل بشكل مباشر وتريد أن تأتي بهذا الشخص لأنه يمثل هذه الرؤية التي تتوافق مع ما يريده الداعمون على هذه الحرب على سوريا. طب اليوم طلبت الولايات المتحدة الأمريكية موضوع إعادة الإعمار في سوريا بتشكيل اللجنة الدستورية وتعتبره خطوة أولى وأساسية ومحورية نحو التحول السياسي في سوريا، والسورية بحاجة ماسة لإعادة إعمار وإشراك المجتمع الدولي ككل في هذه العملية. صحيح، نحن بحاجة لإعادة الإعمار، ولكن لا يمكن أن يشترط علينا أحد. أصلاً الذي يجب أن يتحمل مسؤولية التدمير اللي في سوريا، أول من يجب أن يتحمل هي الولايات المتحدة الأمريكية عبر الدعم اللامحدود لهذه الكيانات الإرهابية. إذن نعم، نحن نعلم ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجعل ملف إدلب يراوح في مكانه، لأنها تعتقد أنها يمكن أن تمارس ضغطاً سياسيا على الجانب السوري من أجل تشكيل هذه اللجنة مقابل أن يبقى ملف إدلب يراوح في مكانه. هي تعتقد أنها يمكن أن تصل إلى نتائج في هذا الإطار. هذا ما نعرفه في سوريا، ولن نسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس ضغوطا من أجل ذلك، ولا نريد مساعدات. لكن أنت تعلم يا سيدي سوريا. سيد عكام، إعادة الإعمار تحتاج إلى أموال طائلة، مشاركة دولية عربية إقليمية، وأنت تعلم وتدرك جيدا مدى تأثير وقوة الإدارة الأمريكية في هذا الإطار، ومعها في النظرة فيما يتعلق بتثبيت الاستقرار وضرورة الحل السياسي في سوريا الجانب الأوروبي. صحيح صحيح. شوف، بالتأكيد ما نتج من تدمير في سوريا نتيجة هذه الحرب كبير، وأن تكلفة إعادة الإعمار أيضا كبيرة، ولكن لا يمكن لنا أن نعطي في السياسة للولايات المتحدة الأمريكية ما عجزت أن تأخذه في الحرب. فلا يمكن أن تضغط علينا عبر بوابة المشاركة أو عدم المشاركة في إعادة الإعمار من أجل أن تصل إلى شيء له علاقة بمستقبل سوريا السياسي. هذا ما لا يمكن. لكن إذا أن كنتم تحصل عليه الولايات المتحدة سيد محمد خير عكام، إذا كنتم لا ترون أهمية لهذا التدخل الأمريكي، لماذا ترضون في المقابل بأيضا أن تؤثر روسيا وكذلك إيران والدور التركي في مجريات العمل السياسي المستقبل فيما يتعلق بمستقبل سوريا؟ هلأ شوف، علينا أن نميز بين الدور التركي والدور الإيراني والروسي. الدور الإيراني والروسي هو ليس تدخلاً. نعم، أنا أوافقك بالنسبة لتركيا، بالتأكيد وهناك احتلال لجزء من الأراضي السورية بالنسبة لتركيا، نعم، ولكن الدور الروسي والإيراني
هو بموافقة الحكومة السورية ولا يعد تدخلا بل تنسيقا مع الحكومة السورية، ولا يمكن أن نضع ولا أصلا التواجد الأمريكي لا يمكن أن يتساوى مع التواجد الروسي على الأرض السورية على الإطلاق وفقا لقواعد القانون. طيب اليوم سأعود إلى اللجنة السورية، فكرة تشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الجاري كما تأمل الأمم المتحدة ويرى ذلك ديمستورا، ترى أنه أمر ممكن برأيك؟ طالما بقي ديمستورا مصرا على أن يكون له دورا في تسمية أعضاء اللجنة فلا أعتقد أنه سوف يسوي هذا الملف. طب ما هو المخرج برأيك أيضا إذا ترفضون أن يكون هناك تدخلا بتسمية الثلث الثالث من هذه اللجنة الخاصة بالدستور؟ المعارضة سترفض أيضا الحديث والجلوس مع الوفد الحكومي لأنها ترى أن هناك أن هذا التشكيل لن يكون متوازنا. يعني فليقول لنا ديمستورا لماذا هو يصر على التسمية ولماذا لا يقبل برؤية الدولة السورية التي تعاملت بمرونة أنه يمكن تسمية هذا الثلث الثالث عبر بالتنسيق مع الضامن الروسي. طب هل سألتموه سيد حمد، هل سألت الحكومة السورية، هل سألت الحكومة السورية ديمستورا لماذا لا يقبل هذا الطرح الخاص بالحكومة بأن يجري التسمية أو تجري التسمية عبر الضامنين؟ لأن ديمستورا عندما أتى إلى دمشق أتى وسمى يعني أتى بقائمة أسماء ونحن من قلنا له لا يحق له أن يسمي ومنحناه مخرجاً يعني فيه الكثير من المرونة أنه يمكن تسمية هذا الثلث عبر التنسيق مع الضامن الروسي والإيراني، والآن الكرة في ملعب ديمستورا وعليه، لذلك أتت تهديدات ديمستورا بهذه الطريقة في جلسة الإحاطة بالأمس بمجلس الأمن وهذا غير مقبول من ديمستورا. طب هل تخشى الحكومة السورية فيما لو تقدم ديمستورا بالثلث الخاص بهذه اللجنة أن تتضمن القائمة أسماء لا ترغب دمشق بأن يكونوا أو أن يشاركوا في أي عملية صياغة للدستور أو ربما إدخال التعديلات التي قد يتفق عليها بين الجميع؟ شوف، أولاً الحكومة السورية لا تخاف مناقشة من أحد يعني فيما يتعلق بالمسألة الدستورية، وأولاً هذه اللجنة أصلاً في خلاف على صلاحيات هذه اللجنة، هذه اللجنة هي لجنة لمناقشة الدستور الحالي، هذا ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر سوتشي في بداية هذا العام. ديمستورا والمعارضة تريدها لجنة لصياغة دستور جديد وهذا غير دقيق وليس هذا الذي تم الاتفاق عليه في سوتشي. أيضا هذه مشكلة أخرى عليهم أن يتفقوا عليها، والآليات التي سوف تعمل بموجبها هذه اللجنة أيضا تم الاتفاق عليها في سوتشي. من لا يريد احترام رؤية السوريين الذين تحاوروا في سوتشي، وأنا من الذين كانوا في سوتشي، هو ديمستورا. طيب يعني هل أفهم من هذا القول أن الخلاف الأساسي حول الثلث الثالث للجنة وتدخل الأمم المتحدة والخلاف الثاني التي لا تقبل دمشق أي نقاش بشأنه هو موضوع إعادة صياغة الدستور سوريا؟ ممكن أن تقبل ببعض التعديلات هنا أو هناك لكن صياغة كاملة وشاملة هذا أمر لا يقبل نقاش؟ يا سيدي، المسألة أولاً المسألة قانونية بحتة، أنا أستاذ قانون عام يعني أنا أستاذ قانون دستوري، وأقول لك أنه لا يمكن من الناحية القانونية أن يكون هناك لجنة لصياغة مسودة الدستور إلا وفق الأدب الدستوري. هناك طرق قانونية لتشكيل هذه اللجان وهذه بعيدة عن طريقة ومنهجية تفكير ديمستورا، هذا أولا. لذلك تم الاتفاق في سوتشي على أن تجري مناقشة الدستور الحالي ليتناقش السوريين فيما بينهم ليروا أين نقاط القوة في هذا الدستور وأين النقاط التي يمكن أن تطور هذا الدستور. عندما يتفقون على النقاط التي يجب أن أو يكون هناك رؤية مشتركة فتشكل لجنة بشكل قانوني من أجل صياغة إما تعديلات أو وضع دستور جديد. هذا أمر لاحق على
صلاحية هذه اللجنة التي تم الاتفاق عليها في سوتشي. طيب أنا أشكرك محمد خير عكام عضو مجلس الشعب السوري ضيفي من دمشق، شكرا جزيلا لك. تداعيات مقتل خاشقجي من واشنطن هذه المرة، هذا الملف بعد فاصل قصير. إذن من جديد، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعليق على تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ترامب أشار اليوم إلى أنه اطلع على تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن ملف خاشقجي، مشيرا إلى أن واشنطن وبغض النظر عن أي اتهامات توجه للسعودية في هذا الشأن فإنه لن يقدم على فرض أي عقوبات على الرياض، خاصة فيما يتعلق بصفقات الأسلحة والمشاريع والاستثمارات، تاركا في الوقت ذاته هامشا لتحرك الكونغرس الأمريكي. من القاهرة ينضم إلينا الباحث المتخصص بالشؤون الأمريكية الأستاذ إيميل أمين. أستاذ إيميل أهلا بك. بداية، ما هو اللافت في التصريحات التي أدلى بها اليوم ترامب في موضوع مقتل الصحفي السعودي خاشقجي والعلاقة مع المملكة العربية السعودية؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدي المملكة في كل البقاع والأصقاع. بداية، يبقى الافتراق الأمريكي بين الأجهزة المتخصصة وبين الجهات النافذة واضح جدا. البيت الأبيض في ناحية، مجمع الاستخبارات الأمريكية في ناحية أخرى، البنتاغون يكاد يكون صامت، الخارجية أيضا، وكأن الكرة الآن بين الرئيس وبين الكونغرس بأكثر من أي جهة أخرى. هذا فيما خص مسألة النتائج المتعلقة بالتحقيقات. الأمر الآخر هو التأكيد الأمريكي من قبل الرئيس ترامب بأن العلاقة مع المملكة العربية السعودية علاقة عضوية. أشار هو أن المملكة ستظل ركن ركين وستظل حجر زاوية في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن نحن أمام مشهد وكأن ترامب أمسك بالعصا من المنتصف، لا سيما حين قال ربما وربما لا فيما يتعلق بمدى معرفة الجانب السعودي بما جرى في إسطنبول. هذه واحدة، لكن التأكيد المطلق في تقديري على أهمية بقاء العلاقة، لكن إلى أي حد ومد سيتوقف ترامب؟ هل سيتغير موقفه؟ هل سيتعرض لمزيد من الضغوطات؟ هل حزب الجمهوري أيضا سيمارس عليه نوع من الوصاية؟ يبدو أننا دخلنا بالفعل في مرحلة تسييس مطلق لما جرى في إسطنبول. سيد إيميل، يعني أنت ذكرت أن الرئيس الأمريكي سعى إلى مسك العصا من المنتصف، لكن هناك ربما رأيا آخر. كيف يمكن للرئيس الأمريكي أن يواصل التعبير عن وجهة نظره وقناعاته وتصوراته لما وقع لخاشقجي بعيدا عن استنتاجات وتقييمات مطروحة تؤكد المسار ومن أصدر الأمر؟ حتى الساعة كل ما نستمع إليه هو تقييمات استشرافية ولا نتحدث عن أدلة قطعية. سأكون أكثر دقة. إذا كانت هناك مادة مصورة أو مسجلة فالمملكة العربية السعودية طلبتها مرارا وتكرارا من إسطنبول، لماذا لم تقدمها إسطنبول لجهات التحقيق العدلية في المملكة العربية السعودية كي تنهي هذا المشهد المؤلم بكل تبعاته؟ لا، لكن من الواضح ربما قد يجيب، وربما أذني على المقاطعة، ربما قد يجيب أحدهم على هذا الأمر بأن هناك حالة من عدم الثقة ما بين الجانبين، ولطالما قالت تركيا أن هناك حالة عدم تعاون مع الجانب السعودي فيما يتعلق بالتحقيق. كم من مرة أجلت عمليات الدخول إلى القنصلية أو عملية تفتيش بيت القنصل السعودي؟ بعيدا عن دخول القنصلية وعن تفتيش بيت القنصل، هذه ليست المواد أو الأدلة القطعية. إن كانت هناك أدلة قطعية كما قال الرئيس ترامب قالوا له ولم يستمع أو نصحوا بعدم الاستماع، هناك حالة من عدم الوضوح. إذا كان لدى الأتراك أدلة صوتية أو فيلمية مصورة قاطعة مرة وإلى الأبد وأعطوها
كما قالوا للبريطانيين والفرنسيين والكنديين وللأمريكان، ما الذي يمنع أن يعطوها أيضا للجانب السعودي؟ يعني الأولى بالتحقيق هو الجانب السعودي، أنت تعطيها لمن تشاء، هذا حقق لك إذا كان أيضا حصلوا عليها بطريق قانوني، لأنه السعود تركيا في هذا الوضع هي في اختراق كامل وشامل لمعاهدة فيينا، الحفاظ على المصالح. طيب سيد أميل، ربما الأمر يتجاوز موضوع التسجيلات الصوتية، لأن ما علم من موضوع التسجيلات الصوتية هو وصف لحقيقة ما وقع، وهو أمر اعترف به الادعاء العام السعودي ووافق على أن ما جرى هو مطابق ربما للتسجيلات الصوتية. الأمر الآن يدور حول من هو مصدر الأمر المباشر ومن كان لديه علم بجريمة قتل جمال خاشقجي. أتفق معك، يعني تصريحات وزير الخارجية السعودي اليوم للشرق الأوسط السيد عادل الجبير، يعني أشار فيها إلى أن تركيا لم حينما سألوها لم تشر بإصبع إلى ولي العهد بالمطلق، هذه واحدة. الأمر الآخر، كافة البيانات التي صدرت من المملكة حتى الساعة تقول بأن هناك بالفعل جريمة ارتكبت ويكاد يكون الاتفاق مطابق للسيناريو. الآن المسألة ربما دخلت يعني تقدير الشخصي في مسألة توازنات أو موازنات أو ابتزازات أيضا سياسية يراد بها ما هو أكبر أعمق من مجرد البحث عن جان معين. طب حدد لي الأدوار سيد إميل، حدد لي الأدوار، من يقوم بالابتزاز، من هو المستفيد؟ هناك الجانب الأمريكي، الجانب التركي، والطرف الآخر هو السعودية الذي يقع عليه فعل الابتزاز. أخي العزيز، لن أحدثك عن نظرية المؤامرة، ولكن أحدثك عن الآتي: إن لم يكن التاريخ برمته مؤامرة فالمؤامرة موجودة في أضابير التاريخ. دعنا لا نستخدم تعبير المؤامرة، نستخدم تعبير الاستراتيجيات. يعني ربما مصالح أكثر من الاستراتيجيات. سأتفق معك، المصالح ضرب من ضروب الاستراتيجيات. هم لا يستيقظوا صباحا ويقولوا هلم ونتآمر على العرب وعلى المسلمين، ولكن هناك ترتيبات. ما أود أن أقوله أن الاستراتيجيات تبقى قائمة في عيون أصحابها، قد يذهبوا إليها مباشرة وقد تحدث التفافة من وراء الجبال، لكن تبقى الأهداف واضحة في الحال والاستقبال مرة وإلى أبد. المملكة على عتبة نهضة غير مسبوقة، على عتبة طرح يعني مرحلة دامت لعقود طوال، انطلاقة تنويرية، انطلاقة اقتصادية. أنا أتساءل ومخلصا التساؤل والبحث عن الجواب، هل هناك بالفعل من يريد أن يضع العصا في دواليب المملكة؟ هل نحن أمام شتاء عربي آخر، صنو للربيع العربي، وكان لابد يعني من مثال آخر كما جرى في تونس في 2011؟ يعني لا أتهم أحد، ولكن نحاول أن نعمل العقل في النقل إنجاز التعبير. لكن ربما يبعد هذا الأمر، يعني هذا الرسم كما ذكرته سيد إميل، الموضوع بعيدا عما وقع لجمال خاشقجي. يعني كأن تقول الأمن أو استقرار وازدهار المملكة العربية السعودية في كفة، ومقتل خاشقجي ستبقى قضية هامشية يجب أن لا تغيق هذا الانفتاح السعودي الذي يقوده ولي العهد السعودي. أتفق معك، يعني ولي العهد الأمير محمد بالفعل المتابع للعامين الماضيين هو رجل يقوم بنهضة حقيقية، يعني نهضة لها أسس من البناء ومن الفكر ومن الانفتاح عن الآخر على الآخر، من التسامح، من محاولة الوقوف وجه الإرهاب والأصولية. هل هناك من له مصلحة في أن تبقى يعني المملكة على حال معين كانت عليه لفترات طويلة؟ لا أقطع، ولكن يعني دائما يقال أن الجاهل يقطع وأن العاقل يفكر وأن الفيلسوف يشك، فيعني لا نرقى لمرتبة الفلاسفة، ولكن على الأقل نفكر. يعني هل هناك من يريد أن تبقى منطقة الخليج دائما وأبدا في إطار وكأنها البقرة الحلوب التي يعني لابد من استدرار لبنها صباح مساء كل يوم بصورة أو بأخرى؟
هناك سيناريوهات منذ العام 73 للخليج العربي وللمملكة العربية السعودية بنوع خاص، إلى الدرجة أنه الرئيس الأمريكي نفسه تساءل، يعني هذا مع كل الاحترام والترحم على السيد خاشقجي، الرئيس الأمريكي تساءل يعني هذا رجل ليس أمريكي، فكيف لهذه القضية أن أخذت هذه الأبعاد؟ إذا رأيت هناك 11 صحيفة من كبريات الصحف العالمية، وكأن لا قضية في العالم في الفترة الأخيرة الأسابيع الأخيرة سوى قضية خاشقجي، وكأنها يعني اغتيال ولي عهد النمسا الذي أشعل شرارة الحرب العالمية الأولى. طيب في رأيك أمريكيا من سيتمكن في نهاية الأمر من فرض رؤيته؟ والفجوة تتسع الآن ما بين البيت الأبيض، CIA، الكونغرس، الصحافة أيضا. عشت في الولايات المتحدة طويلا كدارس وباحث وناشر، والشأن الأمريكي همي صباح مساء كل يوم. أولا نحن أمام رئيس غير متوقع، دونالد ترامب رئيس لا يمكن التنبؤ بأفعاله أو أقواله. الأمر الآخر، أمريكا وحتى السياق القضائي معروف بفكرة البارجن، فكرة المقايضة. هناك ضعفات في ملفات دونالد ترامب تتمثل في روسيا جيت، هناك مولر الذي يطارد ترامب مطاردة الفراشات، هناك ضغوطات يعني من السلطات التنفيذية، الكونغرس، الجمهوريين والديمقراطيين ربما أيضا هذه المرة لهم توجه معين. دعني أقول أمريكا ليست دولة، أمريكا شركة، نقول عنها دائما أنها أمريكا الكوربوراتورية، من كوربوريشن، شركة كبرى. هذه الشركة هناك مساهمين لديهم مصالح، الذي يتسق ويتفق مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية أنا أظن أن كفته سترجح. المملكة العربية السعودية تشكل ثقل استراتيجي ليس فقط على صعيد الأسلحة أو الصفقات، كيف للشرق الأوسط وللخليج العربي أن يستقيم في ظل مملكة عربية سعودية مهتزة أو مهترئة في مواجهة الخصم الإيراني وفي مواجهة إشكاليات عديدة، مسائل النفط، كلها أمور معقدة ومتداخلة، لكن تقديري أنه سيحدث نوع من أنواع التوافق البيني بين الرياض طيب. وبين واشنطن في نهاية طيب. يبدو أن هذا توافق حاصل، ما يعني بناء على حديث ترامب اليوم والتصريح التي أدلى به، وفي إطار حديثه سيد إيميل قال إن الكونغرس حر في أن يذهب في اتجاه مختلف بشأن السعودية، كيف تقرأ ذلك؟ هل ممكن أن يتحرك الكونغرس بشكل مختلف؟ أنت تعلم ببناء على نتائج انتخابات التشييد النصفي أن الديمقراطيين يسيطرون على النواب، وهناك الأغلبية المريحة للجمهوريين في الشيوخ. صحيح، يعني فيما خص المملكة العربية السعودية دعنا نذكر أن هناك أكثر من جماعة ضغط في الداخل الأمريكي في الكونغرس الأمريكي. أولا هناك يعني قطاع عريض من اليمين الأمريكي، لا أقول المتطرف أو أقصى اليمين وحتى يمين الوسط، له يعني إشكاليات دوغمائية بنوع أو بآخر تجاه المملكة العربية السعودية الإسلامية بين قوسين، هذه واحدة. الأمر الآخر، التوازنات تقتضي أن أحد أضلاع المجمع الصناعي العسكري الأمريكي الميليتري كومبلكس هم المشرعون في الداخل، مشرعو الكونغرس سواء من الشيوخ أو النواب، هؤلاء لهم مصلحة كبيرة جدا مع الجناح الآخر من هذا المجمع هو أصحاب المصانع الكبرى العسكرية، ثم القاعدة الثالثة هم جنرالات البنتاغون. لابد من تنسيق بين هذه الأطراف الثلاثة حال اتخاذ قرار. ستكون هناك في تقديري بعض المناوشات وبعض المحاولات إن لم يحاول البعض فتح بعض الجروح الغائرة والملفات العميقة، لكن لا أظن أن عقلاء الولايات المتحدة لديهم هم كبير أو اهتمام بمعنى أدق لجهة إحداث خسائر استراتيجية تجاه المملكة العربية السعودية. المملكة حجر زاوية في الشرق الأوسط وفي الخليج العربي وحتى على الصعيد العالمي بوصفها يعني من أكبر، إذا ما كانتش أكبر دولة مصدرة للنفط، واحد أو اثنين في العالم. طب أستاذ إيميل اليوم، ما هي الرسالة الأمريكية التي يمكن أن تصل
من وراء الكواليس إلى السعودية؟ وبرأيك، لأنه لم يتبقى لدي الكثير من الوقت، متى يمكن أن يخبو هذا الضجيج حول حادثة مقتل جمال خاشقجي؟ سؤال صعب في واقع الأمر، ولكن تقديري بتواضع أن المناورات والمشاورات وربما المدورات من وراء الكواليس ماضية قدما. عالم السياسة كجبل الجليد القليل جدا فوق الماء والكثير جدا جسم الجبل غاطس، لكن بحال من الأحوال تقديري أن ما يقال اليوم همسا في المخادع غدا سينادى به من على السطوح. أنا أشكرك من القاهرة الباحث المختص بالشؤون الأمريكية الأستاذ إيميل أمين، شكرا جزيلا لك. الحكومة العراقية تراوح مكانها على وقع الخلافات، هذا الملف بعد الفاصل. يواصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي جهوده لإكمال تشكيلته الحكومية وتسمية وزيرين للداخلية والدفاع. عبد المهدي بحث مع الرئيس العراقي برهم صالح هذه الجهود وسط خلافات حادة بين عدد من الأطراف السياسية حول هاتين الوزارتين. مصادر سياسية عراقية قالت إن عبد المهدي سيعرض على البرلمان أسماء جديدة لإكمال حكومته بحلول غد الأربعاء بانتظار موافقة البرلمان. صراع سياسي يخيم في الأجواء العراقية بسبب شغور حقيبتي الداخلية والدفاع، حيث اقترب خلو الوزارتين من وزير يدير كل منهما من حوالي الشهر، وعلى ذلك فإنهما تعملان حاليا من خلال القادة الميدانيين وبإشراف رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي أعلن أنه يديرهما لحين حسم الصراع على من يتولى منصب كلتا الحقيبتين الأمنيتين الأهم في العراق. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجه رسالة لزعيم ائتلاف الفتح هادي العامري، دعاه خلالها إلى وقف صفقات ضخمة لشراء الوزارات بدعم خارجي، مشيرا إلى أن هناك صفقات ضخمة بين أعضاء ائتلاف الفتح وبين بعض أفراد البناء من سياسي السنة حسب وصفه. حتى جاء رد العامري مؤكدا أنه قطع عهدا بأن يكون العراق وخدمة العراقيين هدفه الأسمى بعيدا عن المحاصصة والطائفية. الخلاف بين التحالفين الصدري والعامري بشأن الحقائب الوزارية الشاغرة يراه مراقبون بأنه سيلعب دورا في إطالة أمد أزمة تشكيل الحكومة العراقية، وتشير إلى ذلك الرسائل المتبادلة بين الصدر والعامري بشأن صفقات قد تؤدي إلى التوزير على حساب المصالح. الشرخ الحاصل بين التحالفات النيابية الذي يؤخر التشكيلة النهائية للحكومة يمكن أن يؤدي إلى زيادة المخاطر الأمنية التي تحيط بالعراق، حيث إن الفراغ الحالي في وزارة الداخلية يتسبب بإرباك حقيقي في العمل اليومي برأي مراقبين. وفي المحصلة تبدو الأجواء السياسية مفتوحة على كل الاحتمالات في وقت قالت فيه مصادر عراقية إن عبد المهدي قد يصل إلى التهديد بالاستقالة، وذلك في مسعى للضغط على جميع الأطراف السياسية لحسم تسمية وزيري الدفاع والداخلية خلال أيام قليلة، لتتفرغ الحكومة بعد ذلك لمناقشة عدد من القوانين ربما أبرزها الموازنة العامة للدولة، فضلا عن تلبية المطالب الخدمية للمواطنين والتي تسببت في احتجاجات شعبية خلال الفترة الماضية. من بغداد أرحب بضيفي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأستاذ مناف الموسوي. أستاذ مناف أهلا بك. بداية، لماذا يستمر هذا الخلاف على الحقيبتين السياديتين الداخلية والدفاع، وحتى الآن لم يستطع رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي من إكمال تشكيلته الحكومية؟ سيد العزيز، في البداية أن أحييك وأحيي جميع متابعي ومشاهدي قناة المملكة. يعني في البدء لابد أن نحدد بعض النقاط الأساسية، وهي أن هنالك حالة تغييرية جديدة حدثت في المشهد السياسي العراقي بعد انتخابات 2018. أهم ما أفرزته هذه الحالة هو مجيء السيد عادل عبد المهدي من خارج رحم المكونات السياسية بعيدا عن قبة البرلمان العراقي، وبالتالي مجيء السيد عادل عبد المهدي كان بوجود قناة جديدة
يعني بعد هذه الانتخابات أرادت أن تكون قناة فاعلة ضمن القنوات التي تشكل أو ترسم الخارطة السياسية في العراق والمشهد السياسي العراقي، وهذه القناة هي التظاهرات الجماهيرية والرغبات الشعبوية المصحوبة بتأييد وبمباركة المرجعية الدينية، وبالتالي كان هنالك ضغط على المكونات السياسية في عملية التقليل من سقوفها، وبالتالي القبول بالسيد عادل عبد المهدي من خارج يعني من خارج الكتلة الأكبر ومن خارج المكونات الموجودة ضمن يعني ضمن المشهد السياسي العراقي ومن خارج قبة البرلمان. مجيء السيد عادل عبد المهدي أيضا صاحب وجود كتلتين رئيسيتين، كتلة تبنت مشروعا إصلاحيا وسميت بهذا الاسم وهي كتلة الإصلاح، والكتلة الأخرى اللي هي كتلة البناء. كتلة البناء كانت يعني حاولت أن تتحايل ربما بشكل أو بآخر على اتفاق حدث قبل اختيار السيد عادل عبد المهدي، وهو أن يعني لا يتم إجبار السيد عادل عبد المهدي على أسماء معينة ووزارات معينة، بل يعني إعطاء الفرصة وتقديم قائمة طويلة من الأسماء ليختار هو من يعتقده مسجما ومتوائما ومتوافقا. لكن ذلك لم يتحقق الوزاري. لكن ذلك لم يتحقق منذ بدء التشكيل أو الإعلان عن التشكيل الجزئي. لا سيد العزيز، لا جزء من ذلك تحقق حقيقة، يعني حينما تخلت سائرون ولم تقدم أسماء وزارات حسب ما يطلق عليه بالاستحقاق الانتخابي، وحينما أيضا تخلت النصر عن استحقاق الانتخابي وأعطت الفرصة أمام السيد عادل عبد المهدي، وحينما تخلت الحكمة أيضا عن استحقاق الانتخابي وأعطتها أمام السيد عادل عبد المهدي، والفتح أيضا تخلى. إذن بالنتيجة كان يعني جزء من المكونات يعني أرادت أن تنجح هذه التجربة وأن تمرر هذه الرؤية، وبالتالي أعطت الحرية أمام السيد عادل عبد المهدي لاختيار أسماء أعتقد أن هذه الأسماء كانت موفقة وحصل يعني هناك حصلت من يرى على تأييد دول، يعني كان هناك ترحيب مثلا. هناك من يرى أن تحايلا، وأنا أنقل لك أن وإن بعض الكتل في موضوع التدخل وإعطاء السيد عبد المهدي الحرية في اختيار تشكيلة حكومته، إلا أن الحكومة في التشكيل الحاضر الآن الجزئي جاءت حكومة وصفت بأنها حكومة عوائل، بمعنى أن كل سياسي يعني زج بقريب له في هذه الحكومة وامتنع عن التسمية. كيف تعلق على ذلك؟ فكان هناك ابتعدت الحكومة عن الاختصاصات وأصبحت حكومة أسر وعوائل للمترفدين وأصحاب الحظوة في العراق. لا يعني ربما ضمن الثمان أسماء، نعم الثمان أسماء يعني بالفعل كانت حكومة عوائل، يعني أخت المسؤول الفلاني أو أخت زعيم الحزب الفلاني أو أخو أو ابن أخت أو وإلى آخره من هذه الأسماء. في الـ 14 اسم التي تم التصويت عليها كان هنالك اسم واحد وهو السيد وزير الرياضة، وأيضا هنالك يعني إشكالية ربما حدثت أو يعني اعتبرت أن مجيء مثل هذه الشخصيات ضمن الأسماء التي قدمها السيد عادل عبد المهدي اعتبروه ضعف في يعني في عملية اختيار أو في عملية فرض الأسماء على السيد عادل عبد المهدي، لأن السيد عادل عبد المهدي كان محاصرا بالتحديدات الزمنية التي يفرضها الدستور، وهو أن يتم اختيار الحكومة خلال شهر. بالتالي الآن السيد عادل عبد المهدي تجاوز هذه المرحلة، تجاوز مرحلة التحديدات الزمنية، لكن ما زالت الكتل السياسية تضغط على السيد عادل عبد المهدي بفرض أسماء معينة وبفرض أيضا الحصول على وزارات محددة أو وزارات مخصصة، ويعتقد أن هذه الوزارات هي وزارات يعني سيادية، وزارات مؤثرة، وبالتالي يراد هذه الوزارات أن تكون قطاعيات سياسية. لذلك لاحظنا أن هنالك خلافا حادا حدث خصوصا مع أهم كتلتين أو أهم أبرز كتلتين وهي سائرون والفتح، وكانت الرسائل أو التغريدات التي أطلقها السيد الصدر والسيد هذا العاملي هي إشارة واضحة إلى أن السيد الصدر أراد أن ينقل
الكرة أو أن ينقل هذه المعركة إلى الفضاء العام أو إلى الجمهور. طيب. لأن بالنتيجة هنالك ضغط على تبرير هذه الأسماء أو الاستمرار بهذه الأسماء على الرغم من الرفض الكبير وعلى الرغم من. طيب. هل يعني ذلك؟ هل يعني ذلك؟ الأسماء هي أسماء عائلية. طيب سيد مناف، يعني أذني، هل يعني ذلك أنه سيتمكن غدا الأربعاء السيد عادل عبد المهدي من عرض أسماء لكي يكمل تشكيلة الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بحقيبتي الدفاع والداخلية، أم أنه في ظل هذا الصراع القائم حاليا بين الكتلتين الإصلاح الإعمار البناء أو كتل أخرى سيرضخ في نهاية الأمر، لأنه لا يمكن الاستمرار طوال هذه المدة بحكومة بتشكيلة مجتزأة أو لم تكتمل بعد؟ يعني غدا لا أعتقد أن الصورة واضحة لحد هذه اللحظة. يعني ربما قد يكون أيضا هنالك قبول جزئي لبعض الوزارات، كأن يتم قبول من 4 إلى 6 وزارات، لكن لحد هذه اللحظة الوزارات الأمنية ما زالت مشكلة. ربما تتحول هذه المشكلة يعني من تحت قبة البرلمان وتخرج إلى الفضاء الأوسع، إلى 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 الشارع، ليكون حكما في حال أصرت كتلة البناء على الأسماء التي تقدمها، أو يعني عفوا على الشخصيات التي قدمتها والتي حدث يعني رفض عليها. بالنتيجة ربما البعض يتحدث أنه قد تحاول كتلة البناء الضغط على رئيس الوزراء لدفع اسم المرشح الذي قدمته ليتم التصويت عليه داخل قبة البرلمان. وفي حال حدوث مثل هذه المسألة أعتقد أن فرض الشراكة أو التوافق ما بين الفتح وسائرون يعتبر قد انتهى، وبالتالي قد يكون للحضور الجماهيري أو قد تكون للقواعد الشعبية حضورها في هذا المجال للضغط على الكتل السياسية، لأن بالنتيجة الكتل ما زالت تحاول أن تتلاعب أو تتحايل على الرغبات الشعبوية وتريد لحد هذه اللحظة أن يعني تستمر في طريقتها ويستمر. طيب. سيد مناف، يعني عشناه من 2003 لحد هذا اليوم. طيب من يتدخل من الخارج ليمد بالمال؟ لأن هناك صفقات أو شبهات صفقات مالية، وقيل إن ربما إحدى الحقائب أو المنصب الوزاري سيادي سواء في الداخلية لا نعلم أو في الدفاع ربما يعني دفع فيه 100 مليون دولار أو 100 مليون دينار عراقي لا نعلم، لكن هناك أموال طائلة ولم تخرج رسالة السيد مقتدى الصدر عن هذا الإطار. نعم بالتأكيد، يعني المشكلة أن هذه المسألة يعني أصبحت يعني مسألة مسلب بها ومعروفة والجميع يتحدث بها، وكانت يعني في الانتخابات السابقة سواء كانت في انتخابات الرئاسات الثلاثة حدثت مثل هذه الأزمة وحدث مثل هذا الموضوع، وكانت هنالك يعني فيديوهات تتحدث عن عملية الضغط على بعض الشخصيات وبعض الأسماء مقابل تنازلها مقابل عطائها يعني صفقة بصفقات مالية. لحد هذه اللحظة أيضا ما زالت الوزارات الأمنية ربما تخضع لهذه المساومات، لأنه بالنتيجة إذا ما أريد فرض هذه الأسماء وتقديمها إلى 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 البرلمان للتصويت عليها، أنا أعتقد أن من أحد الأمور التي يريد الطرف الذي يريد تمشية هذه الأسماء ربما قد تكون هي عملية يعني دفع الأموال لشراء الأصوات ولتمرير هذه الأسماء. باعتقادي يعني أن هذه العملية الآن أصبحت مكشوفة. المواطن لدي دقيقة بدأ يعلم هذا الموضوع. سيد مناف أعذرني، لدي دقيقة ورد أسأل سؤالا أخيرا، يعني هل توافق أنه يعني على ضوء هذه مجري حاليا والصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة العراقية أن لا أمل في إصلاح العملية السياسية في العراق وأن نظام المحاصصة الطائفية هو المتحكم بقوة؟ أريد إجابة موجزة لو سمحت.
لا لا لا، يعني هو سيد العزيز هنالك صراع حقيقي، لكن اعتقد الامل كبير خصوصا في هذه الفتره، واعتقد ان هنالك خطوات جديده ومهمه، وان هنالك برنامجا حكوميا قد تم تقديمه من الممكن ان يعمل تغييرا. انا لا اتحدث ربما تغيير مطلق بالتاكيد، ولكن اي تغيير من الممكن ان نحصل عليه خلال هذه الفتره. انا اعتقد انه تقدم في عمليه تثبيت الاليه الديمقراطيه، في عمليه بناء الدوله العراقيه الجديده. نعم. بالتالي نعم يوجد صراع، هنالك محاولات لإفشال مشروع الإصلاحي، هنالك محاولات لإفشال برنامج السيد عادل عبد المهدي، لكن بالنتيجة أيضا هنالك دعم كبير لتنفيذ هذا المشروع. يبقى الصراع قائم وتبقى الاحتمالات موجودة، لكن أعتقد أن هنالك تغييرا سيحدث في الأيام القادمة. طيب، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السيد مناف الموسوي ضيفي من بغداد، أنا أشكرك جزيل الشكر. بهذا نأتي إلى نهاية العاشرة، نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.